مشاهدينا نحييكم من جديد من العصابات المسلحة التي شاهدناها بالصوت والصورة إلى الألعاب الطائفية التي تثير الفتن الطائفية داخل المجتمع. مسدس لعبة أطفال لما بتضغط عليه بالشكل ده بيصدر صوتا من الداخل: اقتل عائشة. لا أحد يقبل أبدا سب الصحابة، ولا أحد يقبل أبدا سب السيدة عائشة أميرة المؤمنين رضي الله عنها. لي صديق يسمى الشيخ حسام السعيد، اتصل علي قال لي في معانا مصيبة. قلت له ايه المصيبة دي؟ قال لي في مسدسات بتباع في المولد فيها اساءة لستنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. فقلت له عصرت عليه ازاي؟ قال لي زميلنا محمد فتح حواش كان بيشتري ابنه مسدس من المولد وهو بيشغله انتبه للكلام اللي فيه اقتل السيدة عائشة، وعايز يوصل الرسالة للطفل عشان يربى النشء اللي فطرته لسه نظيفه وطهره، فيها حب لآل البيت، فيها حب لامهات المؤمنين، حب للصحابه، بيربيه من الان على سهوله ان هو يسبهم ويلعنهم، او ان هو يعني يسمع ما يعني يشين آل البيت او الصحابه ولا يتكلم. فطبعا دي خطه اهل الشيعه وضعينها لكيفيه تشيع العالم السني، وبالاخص مصر حارسه العالم السني. يعني المسدس صناعه صينيه، وزي ما احنا عارفين ان الصين يعني بلد الحاديه لا يهمها دين ولا غيره، ولكن هي بتبحث عن المادة. فانا حسب ما اقول لها حط ايه بقى في البضاعه دي، حط فيها حل يا حل، حط فيها سب ام المؤمنين، سب الصحابه، حسب الالف. هي صحيح الصناعه صينيه، لكن الفكره فكره شيعيه بامتياز. المسدسات دي كده مصدرها يعني مش ناس مش مسلمه، لان ما المسلم لا يمكن يسيء الاسلام. اكيد جماعه الشيعة اللي هم عاملين المسدسات دي عشان يسيئوا الاسلام والناس الاولياء والحاجات دي. شفت المسدس وبالفعل لقيت في نهايه السمع زي 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 طلق ناري كده يعني مسجل، وفي النهايه بيقول اقتل السيده عائشه. خدت منه المسدس وطلعت على الشغل، واتصلت على الاخ عماد المحامي، قلت له والله انا عندي مسدس او لعبه اطفال جبناها من المولد. لعبه الاطفال ديت بتحرض على قتل السيده عائشه، يعني بتحرض على ايه؟ كرهم المؤمنين يعني. فطبعا الاخ عماد جال الشغل وسمع بالفعل سمع الكلام دهوت، وبعد كده خدها وراح طلع بها على المحامي العام. والمحامي العام قال له خلاص انت تروح تتحرر بها محضر في النيابه العامه، ورحنا حررنا محضر في النيابه العامه. وبعد ما حررنا محضر في النيابه العامه استدعونا امبارح، فروحنا لوكيل النيابه، ووكيل النيابه سمع الصوت وسجله في المحضر ان فعلا يسمع صوت دوي نار، وبعد ده مباشره يعقبه اقتلوا السيده عائشه، اقتلوا السيده عائشه. انا لا استبعد ان يكون الايرانيين او الشيعه عموما سواء كان في العراق او في ايران او في اي دوله ما، يعني ارسلوا لبتوع الصين، لان احنا بعد كده انا ارسلت للاخ محمد ان هو يجيب لي لعبه في كيسها علشان استطيع ان انا اصل للمستورد العام. طبعا لما جبت اللعبه لقيت مكتوب عليها المستورد محمد السعيد او محمد السع، ويحظر استخدامها للاطفال اقل من 3 سنوات. صناعة صينية، فكرة شيطانية، مؤامرة طائفية. السيدة عائشة
رضي الله عنها حية في قلوبنا جميعا، وبالتالي هذه الألعاب الطائفية لا يمكن أبدا أن نقبل بوجودها، ولابد من التحقيق فيها. هدفها هو إشعال الفتنة. أستاذ عماد جمال المحامي الذي تحدث في التقرير، أستاذ عماد أهلا بك. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك استاذ وائل؟ اهلا بيك استاذ عماد. اكتشفتم يعني انتوا في مولد. نعم. والمولد اكتشفتم ازاي انه في هذه الالعاب الطائفية مسدس يصدر صوتا لعبة اطفال اقتل عائشة، كيف اكتشفتم ذلك؟ انا بس هطلب من سعادتك سؤال واحد بس عشان اكون اعرف اجابتي سليمة ولا مش سليمة. ماذا تقصد بالطائفية؟ بالايه؟ بالطائفية. هل حضرتك بتعتبر الشيعة مذهب يضاهي أهل السنة في مصر؟ مصر لا تعرف الطائفية يا أستاذ عماد. مصر لا تعرف لعبة لكن الطائفية. حاول بس تمشي بالتليفون شوي. لا أنا أقصد بالطائفية إذا كان هناك طائفية بين السنة والشيعة في بلاد مختلفة. خليني بس أكمل كلام، أنت طلبت الإيضاح وأنا بوضح لك. يعني نعم، في طائفية بين السنة والشيعة في بلاد مختلفة، لكن نعم، ليس من بينها مصر. عشان كده أنا قلت في البداية صناعة صينية، فكرة شيطانية ومؤامرة طائفية لمن يعني إذا كان في طائفية بين السنة والشيعة أيضا. بس خلينا فيما يتعلق بالفكرة الشيطانية داخل مصر. الفكرة الشيطانية ان احد احبابنا يعني اخواننا يعني كان ابنه شر ابنه المسدس اللي حضرتك عرضته بالشاشة، تبين له وبيشغله لابنه ان فيه سب لستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فعلى الفور يعني تحدث معنا بصفة يعني صديق ومحامي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعرفة كيف وصل للشارع المصري مثل هذه الالعاب، وبالاخص ان الكيس اللي احتوى اللعبة ذات نفسه مكتوب عليه لا يباع للاطفال اقل من 3 سنوات. ده بيبقى بسبب ال 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 البلاستيك والاضرار الصحية دي بتكتب دائما يعني. ما انا عايز اقول للمعاليك ان الفكرة زي ما حضرتك وصفتها فكرة شيطانية، القصد منها تهيئة الناس والاطفال اللي قلوبهم وفطرتهم نقية على التعود على يعني الاستهانة وعدم توقير آل البيت وبالأخص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في خلاف بين بيت فقط سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وسيدنا فاطمة رضي الله عنها وارضاها وأولادهم من الحسين فقط، الحسن والحسين وأولاد الحسين فقط، لكن نحن كأهل سنة نعتبر أمهات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. طيب أستاذ عماد، قدمتم بلاغا بالواقعة؟ قدمنا بلاغا بالواقعة، والأجهزة محامي العام ورئيس النيابة بمركز بنها مشكورا تحركوا على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز بنها ورئيس المباحث مشكورا. طيب أستاذ محمد غنيم، وأنا بنهي أستاذ محمد غنيم، يعني هل يمكن أنه يلجأ بعض الشيعة في مصر لهذه الألعاب الطائفية التي تشعل الفتن في المجتمع، وكمان انها يمكن انها تعلم الاطفال المسلمين مفاهيم شاذة، هل يمكن ان تلجأوا لذلك؟ الو استاذ محمد، سامعني؟ سامع حضرتك. اولا مساء الخير استاذ، مساء الخير. عايز بإجازة لان انا التتر نازل. بس حاضر، هقول لك عندك حاجه، انا هجاوب مش هجاوبك من عندي حضرتك عشان هتبقى من عندي عشان ما تبقاش اجابتي مجروحه، انما انا هرد باللي قالته صحفيه نمساويه في صحيفه دي ستاندرد اسمها جوردن هارير، علقت بالموضوع ده عن الموضوع ده باربع اسطر اسمح لي اقولهم. اتفضل. قالت وسط ازمات هائله تمر بها مصر ينشغل الاسلاميون في البرلمان بالدفاع عن الهويه الاسلاميه للمجتمع وانقاذه من الانحلال. مؤخرا أثار نائب برلماني نقاشا حول مسدس لعبة قال إنه يسب السيدة عائشة. معرفة النائب بالإنجليزية لم تؤهله أن يتأكد من أن الصوت المسجل يقول انقذوا الرهائن، فالمرء أحيانا لا يسمع إلا ما يريد أن يسمعه. طيب أستاذ عماد، هل الصوت يا أستاذ عماد اللي في المسدس بالإنجليزية انقذوا الرهائن؟ أستاذ عماد، لا أستاذ محمد، المسدس اللي هو اللي موجود عندنا الصوت موجود باللغة العربية. لا هو حضرتك ده باللغة العربية، الأصل اللي جه عليه مستورد واللي كانت كتبت عليه تعليقا هو مسجل باللغة الإنجليزية.
ولا يوجد له أصلا باللغة العربية. لا ممكن تكون بتتحد بس ما فيش عقل إنسان يعقل هيذهب إلى فرضية أنه في حد خصوصا من الشيعة هيعمل جيب مسدس واخد. طيب أنا في كل الأحوال يا أستاذ محمد أنا عاوز أنزع أي فتيل يؤدي لإشعال الفتن في مصر. اللي بيعمل إذا كان في ألعاب طائفية من هذا النوع لابد أن نتصدى لها ونواجهها. يعني ده أنا أتفق معاك جملة وتفصيلا. طيب بتوجه إليك بالشكر أستاذ عماد. معايا تاني ولا لسه؟ طيب بتوجه إليكم جميعا بالشكر. وعايز وأنا بقفل نشوف تاني مشاهد العصابات المسلحة في بورسعيد، لأننا لن نقبل أبدا أن تتحول مصر إلى هذه الصورة. الفيلم السينمائي اللي أنا شايفه لم يكن فيلما سينمائيا ولا حتى فيلم سينمائي هندي، ده كان فيلما واقعيا مصريا، يعني فيلم حدث في مصر. لا يمكن أبدا أن نقبل بهذه المشاهد. كل مواطن يمكن أن يشعر أنها قد تحدث له في بيته حينما نصل لظاهرة العصابات المسلحة التي تقتحم المحلات والبيوت. أعتقد أنه لابد أن ننتبه ونحذر. أيضا لما تبقى فيه مسدسات تشعل فتنا طائفية وتسيء للصحابة والأمهات المؤمنين، علينا أيضا أن نتصدى لها ونحذر منها. إن شاء الله حنلقاكم 30 يوما في رمضان، أول أيام رمضان حنكون معاكم، ومن يوم الاثنين القادم وحتى رمضان هنعد لكم أهم الحلقات التي قدمناها أو بعض الحلقات التي قدمناها في برنامج الحقيقة، وهنكون معاكم 30 يوما في رمضان إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.